حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. موقع إخباري في عدن يتساءل، هل ينجح محافظ عدن في مواجهة قوى الفساد؟ عدن تايم، 60 امرأة في عدن في مهام عسكرية لتأمين المدينة. بي بي سي، محكمة صينية تفرج عن 4 أبرياء تم سجنهم 14 عاما. الحياة، جبل قد يشعل حربا نووية بين الصين والهند. أهلا بكم. هل ينجح المحافظ المفلحي في مقارعة قوى الفساد بعدن؟ يتساءل موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية مضيفا، شهدت عدن خلال الفترة الأخيرة دوران عجلة التنمية تحت إشراف المحافظ عبد العزيز المفلحي، وبدأت أعمال رصف للطرقات ووضع حجر أساس لعدد من المشاريع التنموية الهامة في عدن. ورغم العراقيل الكبيرة التي وضعت أمام المحافظ المفلحي، إلا أنه نجح في كسب تأييد شعبي بعد أشهر من تعيينه محافظا. ومنذ تعيينه في 27 من أبريل الماضي لم يتمكن المحافظ من مباشرة عمله من داخل ديوان عام المحافظة، كما لم يتمكن من استلام المنزل المخصص لسكن المحافظ. ويمكث المحافظ المفلحي منذ ذلك الوقت في القصر الرئاسي بمنطقة معاشيق بكريتر، ويتخذ من أحد زواياه مكتبا له يلتقي فيه المسؤولين وأعضاء المكتب التنفيذي للعاصمة عدن. ويتابع موقع عدن الغد، ترفض حراسات المحافظ السابق اللواء عيدروس الزبيدي تسليم مبنى ديوان المحافظة ومنزل المحافظ للمستشار عبد العزيز المفلحي. إلى موقع الموقع بوست والذي أورد عنوانا عن محافظة ذمار، حيث انفجر معمل خاص بصناعة وتركيب الألغام في مدينة ذمار. وقال الموقع إن معملا خاصا بصناعة وتركيب الألغام والعبوات الناسفة تابعا لميليشيات الحوثي الانقلابية انفجر، ما أدى إلى مقتل 6 من عناصر الميليشيات بينهم قيادي ميداني وجرح آخرون. وقالت مصادر محلية إن المعمل استحدثته ميليشيات الحوثي في أحد المباني وسط حي سكني بالدائر الجنوبي في مدينة ذمار الخاضعة لسيطرتهم. وأوضحت المصادر التي تحدثت للعربية نت أيضا أن الانفجار وقع أثناء قيام عدد من عناصر الميليشيا بتركيب الألغام وسط الحي السكني، واستحدثت ميليشيات الحوثي عشرات المعامل والمصانع الصغيرة في مدينة ذمار لصناعة الألغام والعبوات الناسفة وفي غيرها من المدن اليمنية الخاضعة لسيطرتهم. الرهان الخاسر للإمارات في اليمن، تحت هذا العنوان كتبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان مقالها المنشور في موقع قناة بلقيس. وقالت كرمان في فقرات من المقال، تعاملوا معنا كشركاء لا أتباع، ونرفض تقسيمنا إلى كنتونات. هذا ما قاله محافظ عدن عبد العزيز المفلحي في آخر مؤتمر صحفي له، موجها الخطاب للقوات الإماراتية ومندوبها السامي في اليمن. هذه سياسة القوات الإماراتية في المناطق المحررة، التعامل مع ممثلي الشرعية ومسؤوليها كأتباع، عليهم فقط أن يقابلوا ما تريده بالسمع والطاعة دون نقاش أو تردد. المضي في تقسيم المناطق المحررة إلى كنتونات، على رأس كل كنتون ميليشيا دربتها دون علم السلطة الشرعية، وأسندت لقيادتها قائدا ميليشاويا تمده بالمال والسلاح ليحتفظ لها بالتبعية والولاء دون السلطة الشرعية. وإذ تغل الإمارات في تقويض الكيان اليمني وتصر على إهانة اليمنيين والنيل من كرامتهم بهذا القدر من الاستخفاف، فإنها تلعب بالنار وستحصد فقط الفشل والخسران. هي تراهن على أن هناك ميليشيا فاشية عنصرية انقلبت مع مسخ بشري برتبة شيطان، سيفضل اليمنيون عليهما أي شر وسيقبلون أي إهانة مهما كان حجمها. هذا رهان خاسر، نمتلك خيارات أخرى ولن نقبل بتخييرنا بين الشرين، إما أنتم وإما التحالف الانقلابي. هناك خيار ثالث، نرفض الانقلاب وارحلوا عن بلادنا. ارحلوا قبل أن ترحلوا، اسمعوا، لم يعد لدينا ما نخسره إلا الوطن،
وسنخوض لأجله برك الغماد ولجج البحار فلا تقامروا أكثر. أنتم بين أمرين، إما بسط نفوذ الشرعية كسلطة وكمشروع اتحادي وهو ما دعيتم له وجئتم من أجله كما يفترض، أو فأنتم غزاة محتلون، غزاة نرفضكم بذات القدر الذي نرفض فيه الانقلاب الفاشي وأشد. ما أتعس الشقيق حين يزيد على أوجاعك أوجاعا إضافية في ظل لحظات حرجة كهذه. المفلحي بقوله هذا كان نيابة عن الشعب بقصد أو دون قصد، يشهر الكرت الأحمر في وجوهكم، فتعاملوا مع الأمر بجدية وثوبوا إلى رشدكم. يعيش سكان قرية تبيشعة خارج الديار منذ 5 أشهر وأكثر بعد أن أجبرتهم ميليشيا الحوثي وصالح على مغادرة منازلهم قسرا في 20 فبراير من السنة الجارية. وكانت الميليشيا حينها قد دمرت كليا قرابة 10 منازل، وتضررت منازل أخرى جراء القصف المدفعي والصاروخي، علاوة على الاختطافات والتعذيب الذي طال عددا من شباب القرية. ووفقا لموقع سبتمبر نت، فإن القرية تعد آخر منطقة تسيطر عليها الميليشيا في جبهة الضباب بمحاذاة جبل المنعم، وقدر لأبناء قرية تبيشعة الألم والمعاناة في هذه الحرب. ويواجه النازحون من أبناء تبيشعة مصيرا لا يقل سواء سوءا عن البقاء في بيوتهم بعد أن أصبحت عرضة لقذائف الحوثيين، حيث يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة ويتجرعون مرارة العيش وقسوة النزوح في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية إليهم بشكل دوري. فكل المنظمات والجمعيات الإنسانية التي تفاعلت مع قضيتهم تبخرت مع مرور الوقت، واقتصر الدور على بعض المنظمات وفاعلي الخير الذين يعطون اليسير مما لا يفي باحتياجات ومتطلبات عدد الأسر النازحة. صادفت يوم أمس 6 أغسطس الذكرى 72 للهجوم النووي على هيروشيما في العام 1945، والذي ذهب ضحيته عشرات الآلاف من اليابانيين. وقد كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقارنة بين حالتين تاريخيتين، وقال في جزء من المقال: كارثتكم في اليمن أكبر من هيروشيما، ما أصاب اليمن خلال سنوات بسببكم أكبر من آثار قنبلة هيروشيما النووية في اليابان. بسبب انقلابكم وأنانيتكم وأطماعكم خسرت اليمن كل شيء، وما تزال تخسر كل يوم وكل لحظة، ووحدكم القادرون على إنقاذ اليمن ولكنكم لا تريدون. قنبلة هيروشيما الأمريكية دمرت مدينة، وأنتم دمرتم بلاداً ومزقتم شعباً، وما تزالون تمزقون كل آصرة وتنهشون كل قيمة وتدوسون على كل حلم أو أمل. أحيت اليابان في 6 أغسطس ذكرى قنبلة هيروشيما. الشعوب لا تموت يا مجانين التسلط. لم تمت اليابان ولا ألمانيا بعد تدميرهما في الحرب العالمية الثانية، وأصبحتا في ذروة التقدم في العالم. لم يمزقوا نسيجهم الاجتماعي، ولم يغلبوا مصالح أفراد أو جماعات أو زعماء، ولذلك نجحوا وتفوقوا. رغم التدمير درسوا في العراء وتفوقوا على العالم كله، وأنتم أغلقتم كل شيء، المدارس والجامعات والجوامع والسفارات والبنوك والكهرباء وكل شيء. ماذا أبقيتم للأجيال القادمة سوى الكراهية والحقد والظلام والفقر والكوليرا؟ تلاميذ اليابان بعد قنبلة هيروشيما في مثل هذا اليوم قبل 72 عاماً أسقط الأمريكان قنبلة نووية على مدينة هيروشيما اليابانية بالضبط يوم 6 أغسطس عام 1945. حملت صحيفة أخبار اليوم الصادرة في العاصمة المؤقتة العديد من العناوين، منها: رئيس الوزراء يزور المخا ويفتتح محطة الكهرباء، وعنوان من العاصمة المؤقتة: أزمة مشتقات نفطية ومصدر في النفط يعتبر حلول الحكومة ترقيعية. السفير الأمريكي لدى اليمن: لا نملك نفوذا لوقف الحرب في اليمن والسعودية ليست طرفا فيها، وعنوان: صرف 5000 ريال سعودي لأسرة كل شهيد من الجيش الوطني في 3 مناطق عسكرية. وأخيرا: محافظ عدن توقيع عقود إعادة الإعمار في المدينة الثلاثاء القادم.
قال نائب مدير المنطقة الأمنية السابعة عبد الكريم عبد الله عبدو لموقع عدن تايم إن الإدارة العامة لشرطة العاصمة المؤقتة عدن استقطبت العديد من العناصر النسائية الشابة للعمل في السلك العسكري الأمني، وأضاف أنه تم توزيعهن على مختلف إدارات وأقسام ومراكز الشرطة. وذكر عبد الكريم لعدن تايم أنه تم اشتراط التأهيل العلمي للالتحاق، وتتفاوت مستويات معظمهن ما بين الثانوية والجامعة، وأتيحت لهن فرصة العمل في المجال الأمني ضمن التخصصات التي تتطلب التعامل مع النساء والأطفال. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. بعد عام من فشل مشاورات الكويت، الجهود الأممية تركز على الحديدة، عنوان لصحيفة العرب الجديد. وقالت في التفاصيل: بعد مرور عام على اختتام مشاورات السلام اليمنية في الكويت، ما تزال العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة تراوح بين المبادرات والمقترحات التي لا تجد صدى يعيد الأطراف إلى طاولة التفاوض، بعد أن كانت الكويت المحطة الأبرز لاختبار جهود السلام الدولية وقدرة الأطراف اليمنية على تقديم التنازلات لإنهاء المأساة التي تمر بها البلاد. مصادر قريبة من الأمم المتحدة أكدت للعرب الجديد أخيرا أن ولد الشيخ أحمد كثف من اتصالاته وجهوده الهادفة إلى إحياء مسار المفاوضات اليمنية من خلال عقد لقاءات في عواصم متفرقة بما فيها العاصمة العمانية مسقط. وجاءت تحركات الأمم المتحدة الأخيرة بدعم أمريكي واضح، إذ تزامنت مع تصريحات للسفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر عن دعم بلاده القوي للجهود التي تتولاها الأمم المتحدة بما فيها المقترح المقدم من ولد الشيخ أحمد حول إيجاد آلية للإشراف والرقابة على ميناء الحديدة. وعلى الرغم من الدعم الدولي القوي الذي تتمتع به التحركات الأممية، إلا أنها لا تلقى تجاوباً واضحاً من قبل الأطراف المعنية، خصوصاً من قبل الحوثيين وحلفائهم في حزب صالح بما يخص مقترحات ميناء الحديدة. في صحيفة الحياة اللندنية عنوان عن توتر علاقات دولية: التوتر بين الصين والهند، ربع سكان العالم على حافة الحرب. وقالت الصحيفة: يسود التوتر والقلق شرق آسيا مع اقتراب أكثر من ربع سكان العالم من حرب قد تبدأ تقليدية ولا يعرف أحد كيف تتطور، ذلك أن الدولتين المعنيتين الصين والهند تمتلكان كلاهما السلاح النووي، وتتمسك كل منهما بموقفها من نزاع حدودي يندرج في إطار استراتيجيات إقليمية أوسع. ويتركز الخلاف المستجد بين البلدين على هضبة دولام في منطقة أوسع تدعى دوكلام الحدودية، وسبق للدولتين أن خاضتا حربا قبل 55 سنة في العام 1962، لكن بسبب نزاع حدودي في كشمير وولاية أروناشل براديش، غير أن التسوية التي أبرمت آنذاك لم تضع حداً نهائياً للنزاع الحدودي المتنقل، وحاولت بكين التقدم إلى داخل المنطقة لتصل إلى هضبة دولام التابعة لبوتان، لأن الصين لا تعترف بسيادة الأخيرة عليها، وتعد بوتان مملكة صغيرة جداً بالنسبة إلى الصين والهند، ولا يتعدى عدد سكانها مليون نسمة، وتعتمد على الهند في الدفاع عنها. وأدى ذلك إلى إرسال الهند تعزيزات عسكرية إلى منطقة الهضبة وإلى مطالبة الصين لها بسحبها لأنها تعتبر الهضبة أرضا صينية. اضطربت سكينة البلاد العربية، فأصاب الاضطراب هدوء سياسات راكدة وهز سكينة ثقافة مطمئنة. لم تستجب الغالبية السياسية المعارضة والمعترضة إلى تحدي الاضطراب، ولم تستطع الثقافة التي قالت إنها نقدية اللحاق بالتداعيات الناجمة عنه
هكذا بدأ أحمد جابر مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، مضيفا في جزء من المقال: جاءت الأحداث التي خلخلت أسس السيطرة المفروضة بقوة القهر والقسر والقمع سريعة ومفاجئة، وأوقع حدث الفجاءة المستويين السياسيين الرسمي والشعبي في حيرة التفسير وفي ارتباك تقليب خيارات الردود المحتملة المناسبة على التحركات الشعبية التي جاءت في مواقيت غير متوقعة وغير محسوبة. عدم التوقع أضاع على كل نظام معني فرصة التحسب فالرد الفوري، وأضاع على كل معارضة حيث وجدت فرصة التدخل الفاعل المباشر من دون تردد أو تأخير. تساوى النظام والممتعضون منه في الحيرة، لكن المساواة لم تكن دائمة، فلقد بادر النظام الاستبدادي إلى الغرف من بحر آليات سيطرته وسارع إلى استخدام أدوات قتله، هذا فيما وجد الممتعضون على اختلاف مشاربهم أنفسهم في حيرة مركبة أمام سؤالين: ما القول وقد سلك كل استبداد طريقه المعهود؟ وما القول وقد انتقلت التحركات الشعبية من سمة السلمية إلى سمات العنف المتفاوت الشدة الذي يقدم أفعاله من خلال أنماط عملية مختلفة؟ لقد كان معلوماً أن الثقافة المعارضة الجادة موضوعة في خانة النفي أو السجن أو المطاردة، وفي أحسن الأحوال كانت مقصية إلى عالم الهمس أو عالم الصمت. هذا الوضع كان صناعة مدروسة ومرعية من أنظمة الاستبداد، وكان من شأن ذلك أن يجعل زمن الفراغ الديمقراطي السلمي العلني الممكن مساحة للبرامج الاعتراضية التي تشبه النظام في محصلة سياستها، والتي بدلته لاحقاً القتل الوحشي بقتل مماثل، وكان المستهدف من كلا الجانبين الفئات الشعبية الأوسع، وفي مقدمها الذين حاولوا اعتراضاً جديداً مؤسساً على حس اعتراضي قديم، أو اعتراضاً مبتكراً من يوميات الانفجار الشعبي ومن سيرورة تداعياته. التطور العلمي والتكنولوجي لا يتوقف، ومن آخر اختراعات الإنسان العلمية ما ذكرته صحيفة القدس العربي عن ابتكار فريق من الباحثين في معهد كارلسروها للتكنولوجيا في ألمانيا نظارات شمسية تحتوي على خلايا شمسية مرنة وشفافة بألوان متعددة يمكن استخدامها لتوليد الطاقة والاستفادة منها في تشغيل تطبيقات مختلفة. ويقول فريق الدراسة إنهم استطاعوا تثبيت الخلايا الشمسية على عدسات النظارات الشمسية واستخدامها لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل معالج إلكتروني صغير الحجم وشاشتين صغيرتين، مما يمهد الطريق أمام تطبيقات أخرى في المستقبل مثل دمج الخلايا الشمسية العضوية في زجاج نوافذ المنازل لأغراض توليد الطاقة. وأكد الباحثون أن العدسات التي تحتوي على خلايا شمسية يمكنها توليد طاقة بحجم 200 ميجاوات، وهي كمية كافية لتشغيل أجهزة مثل سماعات الأذن وغيرها. إلى أخبار البي بي سي الأكثر مطالعة، حيث قالت الشبكة إن محكمة في الصين قررت صرف تعويض بقيمة 1.3 مليون دولار لأربعة أشخاص تمت إدانتهم بالخطأ منذ سنوات بارتكاب جريمة قتل، وفي عام 2003 حكم على الأربعة بالإعدام لإدانتهم آنذاك بقتل صاحب متجر واغتصاب رفيقته، وفي وقت لاحق جرى تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، وقضى الأربعة أكثر من 14 عاما خلف القضبان حتى اعترف شخص آخر بارتكاب الجريمة التي أدينوا بها، ودأب الأربعة على الدفع ببراءتهم وقالوا إن الشرطة أجبرتهم آنذاك على الاعتراف بارتكاب الجريمة تحت وطأة التعذيب. وتنتقد منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان الصين لتنفيذها أحكام الإعدام بحق مئات الأشخاص كل عام، وتتهمها بالتقاعس في التخلي عن التعذيب، وكذلك بممارسات قمعية لحرية التعبير في مجالي السياسة والفن. نزلات البرد الشائعة قد تصبح شيئاً من الماضي. علماء يتوصلون لعلاج جديد للفيروس حسب ما ذكره موقع هاف بوست، حيث توصل فريق من جامعة نابير في العاصمة الاسكتلندية أدنبرا إلى علاج لنزلات البرد الشائعة التي رغم كونها مجرد أمر مزعج لمعظم الناس فإنها قد تصبح أكثر خطورة بكثير لمن يعانون مرض الانسداد الرئوي المزمن. الفيروس المتسبب في معظم نزلات البرد الشائعة يعرف باسم الفيروس
الأنفي، ولا يوجد حاليا دواء أو لقاح متاح لعلاج هذا الفيروس لدى المصابين به، غير أن هذه الدراسة التي أجريت على مدار 5 سنوات ركزت على دور جزيئات البيبتيدات المضادة للميكروبات، وهي أحماض أمينية لديها الإمكانية لاستخدامها كمضادات حيوية، والتي توجد طبيعيا في الجهاز المناعي للإنسان والحيوان. وقد وجد الباحثون أن جميع هذه الأحماض الأمينية المضادة للميكروبات كانت لديها الصفة المشتركة المميزة بأن تكون قادرة على مقاومة الفيروس الأنفي، وبالتالي يمكن تحويلها إلى صورة عقارات وأدوية لتقوية المناعة في أوقات الحاجة. بيتر بارلو أستاذ علم المناعة في جامعة نابير قال إنه اكتشاف مثير، وستكون خطوتنا التالية هي تعديل الأحماض الأمينية لتصبح أفضل في القضاء على الفيروس. في جولتنا المصورة مجموعة من الصور المختارة في مسابقة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017، والتي ترصد مجموعة مختلفة لمجالات الحياة، نشرها موقع شبكة البي بي سي. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.